الحياة في البرية غالباً ما تكون خطيرة على كثير من الحيوانات، وإذا كان الحيوان مصاباً أو ولد بشكل مختلف فإن البرية تكون أخطر وأصعب. ومع ذلك أبطال فيديو اليوم تمكنوا من النجاة بالرغم من كل الصعاب. في أكتوبر عام 2016 ولد خنزير صغير غريب في مزرعة في منطقة ريفية في جنوب غرب الصين بثلاث عيون وفمين. تظهر اللقطات كيف يتم الاعتناء بهذا الخنزير بشكل خاص من والدته وصاحب المزرعة. وفقاً لأصحاب المزرعة فم واحد فقط يعمل والعين الثالثة لا تبصر، ومع ذلك يعتقدون أن الخنزير الصغير يبدو رائعاً للغاية. في نوفمبر عام 2019 عثر صياد يدعى مارك جونسون على اثنين من الغزلان تشابكت قرونهما في حقل مزرعة في ميشيغان. قرر جونسون ورفاقه تحرير الغزلتين العالقتين في وضع محفوف بالمخاطر إلى حد ما. كانت لحظة سقوطهما في الماء هي الفرصة التي انتهزها أحد الصيادين لفك تشابك القرون، مما سمح للغزلان بالحركة بحرية. هذا الأسد يدعى كلارنس ويعيش في متنزه في شمال غرب أوغندا. في عام 2011 دخل كلارنس في قتال انتهى بإصابة إحدى رجليه الخلفيتين بجروح خطيرة. تمكن مسؤولو الحياة البرية من علاج الجزء السفلي من الساق اليسرى الخلفية للأسد، وتم إطلاق الأسد ذي ثلاثة الأرجل مرة أخرى في البرية. هذه اللقطات المفجعة من حديقة كروجر الوطنية في جنوب إفريقيا تظهر فيلاً صغيراً يعيش بلا خرطوم. العمال في الحديقة لا يعلمون كيف فقد الفيل الصغير خرطومه، لكنهم يشكون في أنه ربما تعرض لهجوم من مفترس مثل أسد أو تمساح. فقدان الخرطوم يقلل فرص الفيل في البقاء على قيد الحياة في البرية، ومع ذلك يبدو أن هذا البطل الصغير يعيش مع الأمر بسلام. في الثامن من سبتمبر عام 2022 عثر أحد السكان المحليين على غزال بالقرب من مزارع هونتانكتاون، وكان مصاباً بسهم فوق عضلة ساقه مباشرة. أمسك الرجل بالحيوان بعناية وأخرج السهم لإنقاذ الغزال المسكين. بعد فحص الغزال والتأكد من عدم وجود أي إصابات أطلقه مرة أخرى في البرية. في جورجيا بالولايات المتحدة في يوليو عام 2008 شهد غزال بزوج إضافي من الأرجل. اتضح أن الغزال المسكين أصيب بعضات الكلاب في ظهره والإصابات أدت إلى قطع أحد ذيوله. علاوة على ذلك فإن الظبي لديه حوضان ويستخدم ساقا واحدا من كل حوض للمشي. نقل الغزال إلى عيادة خاصة للحيوانات حيث يتعافى من الإصابات الطفيفة الناجمة عن هجوم الكلب. هذا الخنزير البري مصاب بثقب كبير في رقبته. حدث هذا في أثناء اللعب مع شقيقه وانتهى به الأمر بجرح كبير في رقبته. ومع ذلك يعرف هذا الحيوان ما الذي يجب فعله بالضبط لعلاج الجرح بشكل طبيعي. الخنزير يغطي الجرح الكبير بالطين، لأن الطين لن يمنع البكتيريا من النمو في الجرح فحسب، بل سيساعد في إبعاد الذباب عنه أيضاً. في ملعب غولف محلي في خليج كوفن جنوب أستراليا كان هذا الكنغرو يشعر بالعطش بعد شرب من علبة سقي لم يستطع إخراج رأسه منها. لحسن الحظ شاهد الحيوان رجلان محليان. في البداية حاول الرجال إطلاق سراح الكنغر المنكوب عن طريق ربط حبل إلى العلبة وسحب الحبل وذيله في وقت واحد، لكن هذا لم ينجح، لذا قاموا بقطع العلبة وإطلاق سراح الحيوان المسكين. في كازاخستان عثر اثنان من السكان المحليين على غزال في وضع غريب. بعد التحقق أدرك الاثنان أن الغزال لا يتحرك بسبب كمية صلبة من الجليد تغطي فمه ورأسه. بسبب البرد القارس ودرجات الحرارة المنخفضة لم يتمكن الحيوان المسكين من تحرير نفسه من الفخ الجليدي. قام الاثنان على الفور بكسر الجليد حول رأس الغزال وتحريره من الفخ المميت. في
في ديسمبر عام 2012 عثر على حوت زعنفي عملاق يبلغ طوله 60 قدما عالقا على الشاطئ في كوينزلاند. عمال الإنقاذ سرعان ما بدأوا في إبقاء الحوت رطبا باستخدام مضخة مياه. عمل العمال دون توقف لمدة 3 ساعات تقريبا لمساعدة الحوت على البقاء على قيد الحياة، حتى جاء مد هائل أعاد الحوت إلى حيث ينتمي. قبل 20 يوما علقت هذه السلحفاة عن طريق الخطأ في حلقة علبة حليب بلاستيكية وكادت أن تقطعها إلى نصفين. لحسن الحظ عثر صبي صغير في لوزيانا على السلحفاة في قناة تصريف. المثير للدهشة أن السلحفاة بدأت تتكيف وتنمو حول الحلقة، وبدا جسمها مثل ساعة رملية حول الصدفة. على الرغم من كل الصعاب، لا تزال السلحفاة التي تدعى ماي ويست على قيد الحياة. شمبانزي يدعى مانجو في حديقة تويكروس. كان عليه أن يعمل بجد ليتم قبوله في المجموعة فقط، لأنه عانى مع والده جامبو مرض الثعلبة أو تساقط الشعر. ولكن في أثناء الفحص الروتيني في عام 2016 فشل مانجو في الخروج من التخدير وتوفي في سن 22. ومع ذلك لا يزال جامبو حياً، وهو الآن الذكر الألفة في مجموعة الشمبانزي. هذا الدب المسمن يان مصاب بلسان عملاق يجعله غير قادر على إغلاق فكيه. الحيوان البالغ من العمر 18 شهراً يسحب العضو على الأرض عندما يمشي، مما يجعله يصاب بالجراثيم والندوب. لذلك قرر بعض الأطباء البيطريين إجراء عملية جراحية استمرت لأكثر من 4 ساعات لإزالة 6 أرطال ونصف رطل من الأنسجة من فم يان. لحسن الحظ يتعافى الدب الآن في محمية مينيمار، حيث يأكل جيداً وعاد للعب مع إخواته أيضاً. ذكر زرافة يبلغ من العمر 15 عاماً يعيش في دلتا أوكافانغو في بوتسوانا برقبة ملتوية. في الواقع هكذا ينتهي الأمر بالزرافات بعد خسارة معركة. ما يحدث هو أن الزرافات الذكور غالباً ما تنخرط في طقوس قتالية بالرقبة، حيث يستخدمون أعناقهم الطويلة وينطح بعضهم بعضاً من أجل الهيمنة أو التزاوج، وفي الغالب يصاب أحدهم بإصابات بالغة في الرقبة. تم التقاط اللقطات في خريف عام 2020 من خلال كاميرا في جنوب إلينوي. يبدو ظبي أبيض الذيل المسكين يتجول بهدوء في الغابة مع جرح جديد مفتوح. بدا الجرح سيئاً للغاية، لدرجة أن بعض الأعضاء كانت مكشوفة. لا أحد يعرف بالضبط ما الذي حدث للظبي. يقول البعض إنه مرض تآكل اللحم، بينما يزعم البعض الآخر أنه صدم بسيارة أو على الأرجح تعرض لهجوم من مفترس خطير. لكن الأكثر غرابة هو كيف يمكن لهذا الظبي الحياة مع هذا الجرح الكبير. مسكين. أثناء عبوره وادياً في حديقة كاسبر الإقليمية في سان خوان كابسترانو، سقط حصان يبلغ من العمر 8 سنوات يدعى لولا في حفرة عمقها 60 قدماً. تظهر اللقطات كيف يتم رفع الحصان في الهواء إلى بر الأمان بواسطة طائرة هليوكوبتر. وفقاً للفارس، بدأ الحصان فجأة في التقهقر قبل أن يسقط. لحسن الحظ تمكن فريق من الأطباء البيطريين من إنقاذ الحصان. بعد ولادة هذه البقرة بأرجل مشوهة، قرر الأطباء البيطريون إنهاء حياتها. ولكن رجلاً يدعى جاريد كان لديه خطة، فقد قرر تبني البقرة البالغة من العمر عاماً واحداً والتي تدعى أنجل، وصنع لها عجلات خاصة لتخرج إلى الحقل كما تفعل أي بقرة. اليوم تعيش أنجل في قطعة أرض مساحتها 10 أفدنة، حياة طبيعية إلى حد كبير. إلى هنا انتهى فيديو اليوم. إذا أعجبكم لا تنسوا الإعجاب والمشاركة. إلى اللقاء بفيديو جديد.